يعرفونه في شرعهم نصبوا له ميزانا كي يقتل العربي ليس تجنيا فالعدل في أن يكثر قتلانا فالعدل في أن يكثر قتلانا بس الشيعة فزعتهم حسينية ولد الصدر ذول أولاد حربية هلا بالموص احنا نعم صدرية احنا الطيحين الفوق سمكية تحت النعالي مبادئ وشرائع تسنى على أعناقها بخطانا نضالنا إرهاب في قاموسهم إذ نفتدي بدمائنا الأوطان وحقوق إنسان لنا قد زوروا لا حق فيها غير سفك دمانا عشنا نلوك سلامهم أكذوبة ونصدق الأوغاد والثقبانا ونصدق الأوغاد والثقبانا التحرير على التغريدة هل جينا لبسنا كفانا وفت صوت ردينا أخوتك مبتدى ما حد يلاوينا غزة وثارها هيهات ناسينا والغرب للمحتل يهدي مدفعا كي يقتل الأطفال والنسوان نتجرع الظلم المهين مرارة واليوم صحنا يا أخي أخوانا آن الأوان أن تجيب فعالنا فرجال غزة زمجر الطوفانا لبيك يا أقصى دوي حناجرا لم نرتضي الإرهاب والعدوانا لم نرتضي الإرهاب والعدوانا آمر يا الحبيب ولاحظ الطنعة رجالك يا أبو هاشم بيهم الفزعة بالتحرير كلها اليوم منجمعة الظالم لو انخبر يصبح تقلعة لا 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 ستظل في نبض الشعوب قضية تستنهض الأرواح والوجدان بئس السلام بئس السلام بئس السلام إذا السلام سلام سلام